على احلى مشاهدين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم منى اشرف وجايه لكم باولى حلقات برنامجكم مع اروى ومنى. اهلا بيكي يا استاذه اروى. اهلا بيكي يا منى حبيبتي، وان شاء الله البرنامج ينول اعجابكم وحبكم الكبير ليه ويكون خفيف على قلبكم وقلبنا. نبدا بقى في موضوعنا وهو موضوع نقطه الضعف، اللي اكيد كل شاب وبنت فينا عنده نقطه الضعف، والذكي فينا هو اللي يقدر يستغلها ويداريها ويحاول ان هو يعافيها كمان. طب ليه داريها؟ لان حبيبك النهارده ممكن يكون عدوك بكره، وللاسف لما يكون عدوك هيقدر يضربك الضربه اللي عارف انها هتجرحك وتوجعك وتكون ضربه قاضيه ليك. ليه بقى؟ لانك انت اللي بنفسك عرفته نقطه ضعفك، وبكده تكون عرفت نقطة ضعفك ومشاكلك، وكون سبب حاجة زي دي تدمركوا تدمرك. المشكلة يا منى ان ناس كتير بتحاسبك على ردود افعالهم، يعني انا دلوقتي صدر مني فعل، الناس تيجي تحاسبني لما انا ارد الفعل ده، فعلشان كده انا بأيدك جدا في كل كلمة انت بتقوليها بأيدك فيها. بالظبط يا اروى، وعشان كده عايزين قبل ما نخش اي علاقه او اي ما قبل ما نعترف لحد عن حاجه جوانا نكون متاكدين 100% ان هو يكون قد الكلام اللي احنا هنقوله له ده وقد الثقه دي، لان ما تثقش في اي وجه تشوفه لاول مره، لان مش كل الناس اللي حواليك مخلصين ليك، اكيد في ناس حواليك مخلصين بس لمصلحتهم عشان هم بيكونوا استغلاليين. عشان كده لازم تكون واخد بالك وحذرك كويس من الانسان اللي قدامك، لان في ناس استغلاليين وبيستغلوا مواقفك وبيخلوك لما يعرفوا نقطة ضعفك بيقدروا بكده يجوا عليك اكتر ويزعلوك اكتر. وانا عايزة اعرف يا اروى رأيك ايه في الموضوع ده؟ انا رأيي ان احسن حاجة ان احنا نرد عليها هي فن التجاهل، وفن التجاهل زي ما قاله الشاعر الجميل جبران خليل جبران، قال ان اذا تعلمت فن التجاهل فقد امتلكت نصف، انت حليت نصف مشاكل الحياة. عشان كده احنا لازم نتجاهل اي حاجة في حياتنا، يعني لو ركزنا في الجملة اصلا هنلاقي ان احنا لو تجاهلنا نص مشاكلنا اتحلت. انا دلوقتي الشخص ده عاب فيا، قال فيا عيوب، وانا دلوقتي مش هقف بقى وارد واقول له لا انت عملت وانت عملت، انا ده مش طبيعتي، او انا شخص هادي وواثق من نفسي ما اقدرش ان انا اقول الكلام ده. فعشان كده الفن ده نستخدمه هنا، ده من اقيم وارقى الردود اللي انا ممكن اقولها للشخص ده، هو ان انا تجاهله. انا مش هقعد بقى امسك كل واحد ده سوق سمعتي، ده قال لي انت كذا وانت كذا، لازم ارد عليه لا 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 خالص، اتجاهله كانه مش موجود. انا كده رديت عليه باكتر رد، وعلى فكره ان انا ما ردش عليه ده بيستفزه اكتر، صح يا منى؟ اكيد اكيد، وبالذات ان في ناس لما تعرف ان هو لما تضمن وجودك بيركنك في الرف، وفي ناس لما تعرف ان انت شخص طيب بيعملوا ايه بقى يا اروى؟ بيستغلوا طيبتك دي بزياده وبيشيلوك اكبر من حجمك. وفي برضو ناس للاسف يعني الشديد لما بتديهم اكبر من حجمهم، اللي بيحصل اول حد بيشوف نفسه عليه هو انت. عشان كده لازم ناخد حذرنا فعلا كويس يا اروى، ومش معنى كده ان الناس كلها استغلاليين ولا الناس كلها بيقدروا يستغلوا نقطة ضعفنا ضدنا، لا اكيد في ناس ربنا هيعوضنا بيهم ويكون جبر ليك عليهم، بس انت بس اطلع من قدام الشخص اللي هو مش عارف قيمتك، لان الشخص ده هيدمرك، لان فعلا الطيبين للطيبات. وعايزه كمان اوضح ان احنا نقدر نستغل نقطه ضعفنا دي ونخليها نقاط قوه لينا، زي مثلا قصه يعني اتقالت لي حلوه جدا جدا، وهي ان في واحد كان دراعه اليمين مقطوع وكان حابب ان هو يلعب الجودو، راح ساعتها للمدرب وراح قال له أنا حابب أتعلم الجودو، وساعتها المدرب فعلا دربه وبدأ في التدريب ده.
بعديها حصل ايه؟ المدرب فضل مستمر معاه على حركة واحدة. الولد قال اكيد لما اتقن الحركة دي اكيد اكيد هو يعلمني حركة اكتر منها. فات شهر، بعد شهر والولد فعلا اتقن الحركة دي، وللأسف المدرب فضل مستمر معاه على نفس النقطة ونفس الحركة. راح له قال له انت مش هتعلمني حركة تانية اقدر ابقى كويس فيها في الجودو واثبت نفسي فيها؟ راح ساعتها قال له ايه؟ استمر بس على الحركة دي واتقن فيها الحركة بإتقان. راح ساعتها دخل المباراة والولد على الرغم ان هو دراعه اليسار مقطوع كان متحمس للمباراة دي، وكان عنده قوة وإرادة ان هو ان شاء الله هيكسبها. وبالفعل دخل اول مسابقة وتاني مسابقة وتالت مسابقة وقدر يكسبها بنفس الحركة اللي هو أتقنها، ولحد ما وصل للمسابقة الأخيرة والمباراة الأخيرة. ساعتها وهو في وسط المباراة الولد حصلت له حالة إرهاق، لأنه كل ده بيضرب بحركة واحدة بس هو اتعلمها. مرهق جدا فعلا. فساعتها الحكم اداله فاصل، ولما الحكم اداله فاصل المدرب كان مصر ومستمر ان هو لا انت لازم تكمل، انت قدها وهتقدر. وبالفعل كمل والولد كسب المباراة وهزمه بالحركة الواحدة بس اللي هو اتعلمها. ده يعلمنا ايه؟ ان نقطة ضعفك تقدر تخليك قوتك، لان لما هو راح سأل المدرب وقال له انت ليه معلمتنيش حركة تانية مع الحركات اللي مع الحركة اللي انت علمتها لي دي، راح قال له ايه؟ قال له لان سر ان انت تكسب وتاخد الكاس ده وتكسبه هو ان اتقنت في الحركة الاولى، والسر التاني ان ايدك اليسار مقطوعة. ليه بقى؟ لان حركة الدفاع للي قدامك للجودو لما بتيجي تهاجمه بيمسكك من ايدك اليسار وكانت عندك مقطوعة، فاصبحت نقطة الضعف عندك هي نقطة القوة بالنسبة لك. وبكده نقدر نستغل نقطة الضعف عندنا ونحولها لنقاط قوة عن طريق انك تكون واثق في ربنا، ولان عمرك ما تكون حاطط يقينك في الله وعمره ما هيخذلك ابدا، لان هو بيقول انا عندي حسن ظن عبدي بيه. وتاني حاجة تكون واثق في نفسك وفي قدراتك وان انت هتوصل. واهم حاجة التوقع، اتوقع ان انت فعلا هتكسب وهتوصل للنقطة اللي انت عايزها. ليه بقى؟ لان قانون التوقع من قانون العقل اللي بيقولك اي شيء تتوقعه وتحط شعورك واحاسيسك فيه بتشوف منه كتير. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام تفائلوا بالخير تجدوا، لان التوقع بيعمل انجذاب. فانا حابه اقول كمان ان انا دلوقتي اتحطيت في موقف ضغط، اعمل ايه؟ لازم ان انت تقعدي مرتاحه وتنزلي اي حمل تقيل من على كتفك، وتبداي تخلي طاقتك دي انت محتاجاها، محتاجه طاقتك دي لجوزك لاولادك لاهلك لاحبابك، محتاجه الطاقه دي. فلازم انت تتجاهلي الناس. اول ما تتجاهليهم وتمشي بالفن اللي انا قلته هتوصلي لنتائج رائعه جدا، وهي ان انت مش هتتعبي نفسك. على فكره انا دلوقتي مضغوطه، حاطه عماله احط في نفسي واتضايق واجي على صحتي، هتعب جسديا ونفسيا. ولعلمكم التعب النفسي ده اكتر من التعب الجسدي بكتير جدا، وبياخد وقت في علاجه كتيره جدا جدا. فلازم نكون واثقين من نفسنا وعارفين كويس قوي ان انا هتجاهل ده عشاني، مش عشانه هو، عشان نفسي وعشان صحتي وعشان افضل جميله. لعلمك انت برضو بتتاثري بده، بيبان في بشرتك وفي جسمك وفي شعرك، واحنا طبعا كستات وبنات عارفين كل ده، ان المشاكل بتاثر على نفسيتنا، ما بتتاثر بمين؟ على شعرنا وبشرتنا وجمالنا. فعشان انت تهتمي بنفسك وجمالك لازم ان انت تتعلمي فن التجاهل. طب انا دلوقتي مش قادره ان انا اتعلم فن التجاهل، اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه هعملها هي الجأ لربنا اللي عمري ما حد لجأ له وخذله. يا رب يا رب انا دلوقتي الناس دول ظلموني، ممكن ترجع لي حقي؟ ربنا عالم بيكي واقرب بيكي من امك. شفتوا حنان الام؟ شفت الام تبقى حنين على اولادها ازاي؟ ربنا احن واقرب لينا من الام. فتخيلي انت لما تروحي تشتكي له، يا رب انا ما رديتش الاساءه باساءه، ما رديتش اعمل باصلهم وابقى قليله اصل زيهم، انا يا رب تجاهلتهم بس مش قادره اتجاهل اكتر وهم بيضغطوا، فاعمل ايه يا رب؟ قولي له كده، قولي له خد لي حقي منهم يا رب. وربنا اشد منتقم يا جماعه، مهما رديتي ومهما عملتي هتردي اساءه باساءه. طب وبعدين هتنتهي امتى الاساءه؟ لما انت تردي اساءه باساءه.
فانت ترتاحي كده وادعي ربنا وكوني واثقه 100% ان ربنا هيعوضك وهيجيب لك حقك وانت قاعده حاطه رجل على رجل كمان. ايه رايك؟ صح يا روز اللي انت بتقوليه ده فعلا، والدنيا دي دين وعامله زي الطير اللي بيلف يلف ويرجع لصاحبه، عشان كده لازم نتقي ربنا في عمايلنا ونعمل الحاجه اللي احنا نرضى انها تترد لنا، لان فعلا من عاب شيء ابتلى به ومن ظلم شيء اتظلم برضو في الدنيا قبل الاخره. وانا كمان دلوقتي عايزه يا منى اخطط لمستقبلي، عايزه اخطط لمستقبلي. طب انا كبنوته او كست عندي 20 سنه، خططت دلوقتي لمستقبلي وحققت فعلا الخطط اللي انا عاملاها وما استمتعتش بالحياه، قعدت اخطط واخطط واخطط وما استمتعتش باي حاجه جميله في الحياه من اللي ربنا اداها لنا، ما خرجتش مع اهلي، ما اتفسحتش مع اولادي، ما روحتش شفت ده وشفت ده، ما زرتش قرايبي. دلوقتي انا حققت شركه، بقى عندي دخل كتير جدا، سني بقى ايه؟ بقى دلوقتي وصلت لسن الـ40، هل اللي انا هعمله في سن الـ40 ينفع ان انا اعمله في سن الـ20؟ اكيد لا. يبقى انا كده استنزفت طاقتي كلها في الشغل وفي مستقبلي وحققت فعلا اللي انا عايزاه، بس للاسف صحتي خلاص وعمري راح، والعمر بيمشي بيمشي وعمره ما بيوقف ابدا. فانت لازم، انا ما قلتلكيش ان انت معنى كلامي ان انت ما توفريش او تخططي لمستقبلك، بالعكس خططي لمستقبلك وخططي له كويس جدا وحاولي ان انت تحققيه، وادعي ربنا ان انت تحققيه وفعلا هتحققيه، بس ما تمنعيش نفسك ان انت تستمتعي بحلاوه الدنيا. الدنيا جميله قوي يا جماعه، مش مستاهله خصام، مش مستاهله ان انا اجي على نفسي وارهق نفسي، مش مستاهله اي حاجه من دي، فلازم تستمتعي بيها وتستمتعي بكل حاجه وكل وقت مع اولادك. الدنيا مش هنعيشها غير مره واحده، هي اتحسبت علينا، يا نعيشها صح يا خلاص هي اتحسبت علينا يا تروح علينا، فعشان كده لازم نعيش مبسوطين ومرتاحين نفسيا على قد ما نقدر. عشان نقدر نعيش في الدنيا دي لازم نتنح، تنحوا يا جماعة تنحوا عشان تقدروا تعيش. احنا فعلا في زمن كله ضغط وكل مشاكل وكل أزمات، بس مع الوقت هتقدر تعدي بيها، والحاجة مهما كانت صعبة وتقيلة بتقدر تعدي بيها. كمان يا منى انت ما هونتش على نفسك، مين اللي هيهون عليك؟ اكيد انا احن منك على اكتر منك؟ اكيد لا, لا. طبعا يعني فعشان كده دايما بيحصل للإنسان ظرف او بيحصل له ضربة توقعه ويقول خلاص انا حياتي انتهت هنا، انا ما بقتش قادر اقاوم. ليه؟ ده اشد الناس الابتلاء هم الانبياء، وربنا ما بيديش كتف يشيل غير لما بيدي حمل تقيل. ما بيديش حمل تقيل غير لما بيدي كتف يشيل. خليكي معايا يا اروى فعشان كده لازم نكون قد حاجة احنا اتحطينا فيها، ولازم نكون عنيدين قدام الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها، وخلي الكلام السلبي لكل الناس اللي حواليك اللي بيقوله لك مجرد اسطمبة وسلمة عشان توصل لدرجة اعلى وتقول لهم انا وصلت اهو وانا كنت صح وانتوا غلط، ما تشمتوش فيكوا اعدائكوا يا جماعة. دي اهم حاجة يا جماعة اسألوني ما تشمتش فيك عدو، حط هدفك قدامك على اكتبه في بوينت كده كبير قوي وحطها في اوضتك وقول يا انا هوصل. فانت بتروح بتعمل ايه؟ اوضتك اكتر حاجه بتقعد فيها تقريبا، ولا عشان احنا بنقعد كتير؟ فدلوقتي اكتبها حقق حلمي عشان اعدائي، عشان نفسي، عشان اهلي اللي اديتهم الثقه دي، عشان ما اخذلهمش وعشان ما بانش ان انا ضعيف قدامهم وما قدرتش احقق حلمي زي ده. ربنا هيحاسبنا على فكره ان احنا عملنا ايه في دنيتنا دي. فلما تحط الحلم قدامك على ورقه في اوضتك في اي مكان بتروحه هتحققه باذن الله، بس انت لازم تسعى، مش هتحققه وانت قاعد على السرير. وما بلاش نضيع وقتنا في ان احنا نبص على ده ونقول اشمعنى ده وصل ده انا انجح منه، واشمعنى ده وصل ده انا انبأ منه، وده وانا قاعد وأنا مكاني. لسه قاعد مكاني عشان هو سعى وانت لسه قاعد في مكانك. فاكيد اللي بيتحرك بيسعى، حتى لو كان يعني درجة ذكائه اقل منك، درجة تحركه او درجة الحالة الاجتماعية بتاعته اقل منك، هيوصل لانه مش واقف في مكانه زيك وقاعد يتفرج على اللي رايح واللي جاي، لا على قد قدراته الصغيرة دي بيحاول يكبرها ويوصلها، لكن انت واقف عليها. فلازم تنجز كتير ولازم تعمل حاجة لنفسك وتعمل كارير لنفسك مهما كنت وقعت فيه في الاول، ان شاء الله ربنا هيجبرك فيه في الاخر. وكمان انا مش حابة ان انت انا كبنت او اي شاب في اي مكان في الدنيا ان هو يبين نقاط ضعفه لاي حد.
انا ليه ابين نقطه ضعفي للي قدامي؟ طب انا طيب وواثق في الشخص ده تمام، بس دي نقطه ضعف بينك وبين نفسك وبين ربنا، خلاص ما تطلعش لاي شخص تالت، هتروح لشخص تالت للاسف هيجي عليك وهيقول انت فيك وفيك اول ما تتخانقوا، ودي معروفه وبنشوفها في حياتنا اليوميه كتير جدا. اول حد بيعايرك ليه؟ اه بالظبط مظبوط، هو وانت اللي بتعاني الضربه الاذيه، لان بتبقى واثق فيه قوي 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 لدرجه ان انت اديته سرك وتلاقيه فجاه هو اللي بيفتي عنك وهو اللي بيقول ده فيه وفيه وفيه، فبالنسبه لك دي ضربه مؤثره لانها جت في حد قريب منك مش حد غريب. يا ريتها جت من حد بعيد، مش هتوجع اكتر ما تيجي لشخص قريب منك. فعلا فعلا عندك حق يا اروى. وعايزين كمان زي ما اتكلمنا على الفقره دي نتكلم كمان بقى ازاي ندلع نفسنا وندلع بشرتنا ونهتم بحياتنا. ابدأي يا اروى. ماشي، مداخله تليفونيه يا منى معلش. طب ماشي اتفضل. اهلا بيك الاخت دياد دواده من اسوان، اهلا بيكي. للاسف معلش كلمينا تاني، الخط اتقطع. تتعوض في مكالمه جديده وكلمونا على الرقم التواصل وان شاء الله تتواصلوا معانا. رجعت تاني، اتفضلي معانا. الو. ايوه دوابه من اسوان. اهلا بحضرتك نورتين. اهلا، انا زدت نور بحضرتك. انا اللي متشرفه بحضرتك جدا، نورتينا. الله يخليكي. انا والله كنت عايزه اقول رأي يعني في موضوع استغلال نقص الضعف ده. اولا الانسان صاحب الاخلاق العليا ما يستغلش ضعف اي انسان، بل بالعكس يساعد الانسان انه يطلع من نقاط ضعفه اللي كله نقاط قوه. اما اللي احنا بنسميهم يعني في لما تخشي معاهم في مشكله ناس يخافوا ما يختشوش، بيستغلوا نقاط الضعف لهدم الخصم. مظبوط جدا. فهذا بيكون يعني قليلين الحياء من الله، فلازم حد يردعهم. لو ما فيش قوه تردعهم شخصيه او اهل او ده، يلجا الانسان الى الله لان ربنا هو اقوى الاقوياء. ونعم بالله، انا بأيدك جدا. اكيد عمر ما حد كان مع ربنا وسايبه. من الله اللي بيخاف من ربنا عمره ما يستغل نقطه ضعف حد تجاه حد. راينا واحد. نورتينا يا حبيبتي واهلا بيكي وباهل اسوان كلهم. نعم نورتينا. كملي يا فندم كملي. يعني لا لا الناس اللي هي احنا بنسميها في البلد كده ناس تخاف ما تختشيش، هي اللي بتستغلوا ضعف الناس. فعلا. لكن الناس المحترمه مهما كان بينك وبينها مشكله عمرهم ما يستغلوا ضعف حد، بل بالعكس. اكيد. دايما الانسان الطيب حتى لو حصل بينك ما بينه مشكله بيتجاهل بالكثير، اكثر رد اكثر حاجه بيردها هو التجاهل والتغافل. ايوه حضرتك قلت الناس المحترمه. الناس المحترمه بتحب تشوف الناس اللي دخلت معاها في مشكله في وضع سيء عشان يشبع ده حقدهم وغلهم جواهم. صح مظبوط. فدول اساسا بيكون يعني فلسطين عايزين له مساعدهم، هي ناس تخاف ما تختشيش. اه والله فعلا. انا سعيده جدا بان حضرتك كلمتينا والله، نورتينا. رد للسفهاء واعظم رد للسفهاء. شكرا لاتصالك جدا. وشكرا لاتصالك ونورينا ان شاء الله باتصالك في الحلقه الجايه. كنا نتكلم عن هي انا حابه اعلق على نقطه حلوه قوي هي قالتها، ان هي بتقول الشخص المحترم. فعلا الشخص المحترم مش هيسيء لينا اصلا، او احنا مهما بينا له نقطه ضعفنا عمره ما هيطلع يقول ده، بس نحط بقى خط تحت الشخص المحترم هنعرف ليه كتير في حياتنا. ايوه بنتفاجئ احنا شخصيا بيهم. فعلا فعلا. بس والله لكل قاعده شواذ، وزي ما في الحلو اكيد في الوحش، وسبحان الله والله الدنيا لسه بخير. نطلع دلوقتي فاصل واستنونا بعد الفاصل، ما تروحوش في اي حته. اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويا رب تكونوا وحشتونا. انتوا فعلا وحشتونا، يا رب تكونوا وحشناكم. احنا دلوقتي هنتكلم بقى في اهم فقره، وهي ازاي تدلعي نفسك وتدلعي بشرتك. دلوقتي في احنا ممكن دلوقتي طبعا المنتجات اسعارها بقت غاليه جدا، فانت ممكن باقل تكاليف قوي تدلعي نفسك وتهتمي بنفسك وتخلي بشرتك زي بشره البيبيهات. فهنعمل ايه؟ اول حاجه لازم تكون موجوده عندنا، ودي مش هتفرق سعرها، يعني في حاجات قليله جدا وفي حاجات عاليه على حسب ميزانيتك انت هتجيبيها. غسول لازم يكون في الروتين بتاعنا والسكين كير كله يكون فيه غسول. الغسول ده بجيبه بغسل بيه بشرتي،
ايه تاني حاجة اقدر استخدمها لبشرتي؟ اقدر استخدم سكراب. طب انا اجيب سكراب ولا اعمله؟ ممكن انت لو مش قادرة تجيبي فهتعمليه من البيت بايه بقى؟ بقهوة او بن، اي نوع بن عندك يكون نوعه كويس، وبزيت زيتون وبعصرة ليمونة كده صغيرة خالص. معانا اتصال الاخ اشرف، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم اهلا بحضرتك، السلام. نورتنا. اهلا بيك والدي يا جماعه، عرفت من صوته. اهلا بيك يا بابا. اهلا وسهلا، احنا بنشجعك وان شاء الله بالتوفيق. الله يخليك. الله يخليك يا عم. كم ساعه دول؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. الله يعزك يا بابا، الله يعزك يا حبيب قلبي. وبجد شرف ليا ان انت تكون ابويا من سيرتك الطيبه. انا بتشرف وبفتخر بيك من سيرتك والله العظيم، اللي سبحان الله مهما الواحد يعمل في حياته ومهما يعلي نفسه برضه يعني بيفتكر اكتر بسيره اهله الطيبه اللي هي سيرتك يا بابا. طبعا عم اشرف حضرتك حبيبي. زيكم، عاملين ايه؟ وان شاء الله ربنا يوفقكم ان شاء الله وبالتوفيق. يا رب دعواتكم يا عم. يا رب دعواتك وثم دعمك بقى يا بابا وسندك ليا. انت فاهم. اهلا يا استاذه منى. استاذ عبد الرحمن، ده العيله كلها. اهلا اهلا، نورتونا حبيبي اللي شبهي. والله ايه، كمل، بتقطع ليه؟ انت اخت مذيعه فاتكلم بقلب جامد. والله انت نورت الحلقه. والله انت اللي نورتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ماما. عامله ايه؟ الف مبروك على الحلقه المباركه. الله يبارك فيك يا طم. ده طبعا بدعمك الكبير يا ماما وبوقفتك جنبي. شوكولاتات، بونبونات. ايوه ايوه ايوه، محسودين في قلبي ورده. يا تكته يا حركات. حبيبتي يا ماما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا لازم نبدا حلقتنا بالصلاه على الرسول، زي ما امي دايما بتعلمنا ان احنا نبدا اي حاجه بالصلاه على الرسول. من التوفيق لتوفيق ان شاء الله، ونجاح لنجاح، وربنا يعلي شانكم دايما يا حبيبتي. يا رب يا حبيبتي. يا رب يا رب يا رب. نورتينا يا ماما، وفرحت جدا بمكالمتك وطمنت قلبي، لان طبعا انا ماما مش هتعرف تتصل لاني واخده التليفون بتاعها. فعلا الكاميرا ليها رهبتها قوي يا جماعه، فالاهل برضو بيفرقوا كتير وبيطمنوا. والله مجرد ما حسيتهم انه ايه ده، انا قعدت في البيت خلاص. أيوة. لازم اطمن. نرجع بقى للجزء المهم بتاعنا، وهو دلعي بشرتك. فاحنا كنا واقفين عند الصنفره او السكراب لبشرتك. السكراب ده ممكن تستخدميه كمان لجسمك، فهتعملي حركات دائريه وتفرديها على وشك كله. احنا قلنا هو بن وزيت زيتون وعصره ليمونه صغيره، ممكن تضيفي سكر كمان، وحركات دائريه بالراحه جدا على البشره. الماسك ده بيزيل الخلايا الميته. ايوه، في حركات كده عشان ضد الجاذبيه. خليكي شغاله في الماسكات ضد الجاذبيه، علشان ايه؟ ده بيأخر ظهور التجاعيد. السكراب ده ليه بنعمله؟ بينشط الدورة الدموية جدا، ويخلي بشرتك موردة وجميلة، وبيزيل الخلايا الميتة والجلد كمان الميت. والسكراب ده ينفع للبشرة الجافة مرة واحدة بس للأسبوع، أما بقى البشرة الدهنية والمختلطة فهو مرتين، لأن الدهون فيها بتبقى بزيادة، ولما الدهون بتكتر على البشرة الدهنية أو المختلطة للأسف بتوسع المسامات. وإن شاء الله في باقي الحلقات نقول كل الماسكات وكل الحاجات الجميلة. أنا بحب في نهاية حلقتي، كان نفسي الوقت يبقى أكتر جدا عشان أكلمكم. أنا أحب أشكر ماما جدا جدا جدا. يا ماما أنا بحبك قوي بجد، كل حاجة أنا وصلت لها كانت بسببك، ووحشيني في الشويه دول. ويا رب يا رب ما يحرمني منك، ولا يحرم جميع امهات المسلمين، ويخليهم لاولادهم يا رب. ان شاء الله استنونا في حلقه جديده بمواضيع اجدد واحسن ان شاء الله، كل يوم حد الساعه 3. استنونا، الى اللقاء. باي.